بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 24 من مجالس شرح كتاب نزهة النظر توضيح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وانتهينا فيها إلى الكلام على مقام ومرتبة الصحيحين ودرجة أحاديثهما وتلقي العلماء لهما بالقبول، ووصلنا فيها إلى قوله أي الحافظ رضي الله عنه قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ذكر الحافظ مسألة بعد أن سبقت الإشارة في المرات الماضية إلى مسألة أخرى، وهي مسألة هل أحاديث الصحيحين متلقى بالقبول معناها أن كل ما في الصحيحين صحيح، وأن كلمة التلقي بالقبول تفيد معنى التواتر، أن كل إمام في كل عصر يقبل هذا الكتاب ويقبل هذه الأحاديث، وكل إمام يأتي بعده يوافق على هذا القبول، معناها تواتر قبول الأئمة لهذه الأحاديث، فكأنها هذه الأحاديث صارت متواترة أي بكثرة من قبلها من العلماء. طيب، بيقول هل المعنى ده يؤدي إلى مسألة أخرى، وهي هذه المسألة: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، قالوا إيه؟ القبول اللي تلقته الأمة لهذين الكتابين هو قبول متعلق بالعمل بمضمون معاني الصحيحين البخاري ومسلم، وليس معناه أي بصحة الأسانيد والمتون التي في الصحيحين. قال لك ممكن نفهم القبول بتاع الأمة أي العلماء بهذا المعنى، أنه قبول للمعاني التي في داخل الصحيحين وليس قبول لذات الكل إسناد. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول منعناه، قلنا كلام ده مش صح. طيب، قال: وسند المنع، طب إيه دليلنا في المنع إن الكلام ده مش صح؟ قال: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. قال اللي يخلينا نقول إن الكلام ده مش صحيح إن أصلا الأمة متفقة على إن كل ما صح يجب العمل به أصلا، فإيه جاي تقول لي دلوقتي إن الشيخان اتفق على وجوب العمل بمضمون كتابيهما من غير أن يتفق العلماء على صحة ما ورد في كتابيهما من أسانيد؟ قال لك لا، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. قال لك لما أنت تقول إحنا بنقول وجوب العمل بس، معناه أنت بتقول ما فيش البخاري ومسلم مزية على بقية الكتب. لو أنت قلت البخاري ومسلم فيهم أحاديث صحيحة، طب الأحاديث الصحيحة يجب العمل بها طبعا. طيب وخارج البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي ما هيش كتب صحيح بس فيها أحاديث صحيحة. الأحاديث الصحيحة بقى اللي في أبي داود والنسائي والترمذي يجب العمل بها إذا صحت؟ يجب العمل بها. قال لك طيب لما ده يجب العمل به إذا صح، والبخاري ومسلم يجب العمل به إذا صح، إيه المزية بقى اللي في البخاري ومسلم عن بقية الكتب؟ قال لك ما أنت كده فرغت البخاري ومسلم من المزية، فيش مزية. قال لك ولذلك هذا المعنى غير صحيح. يعني ابن حجر عايز يقول ايه كخلاصة؟ عايز يقول ان البخاري ومسلم كصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول كروايات، اما قضية وجوب العمل بالمضمون قال لك فده شيء مسلم بانه كل ما صح يعمل به، ما هيش حاجة متعلقة بالبخاري ومسلم. لكن البخاري ومسلم ما الذي تميز به عن بقية الكتب؟ أن ما في الصحيحين صحيح وما في غير الصحيحين منه صحيح،
ومنه غير صحيح. قال لك هو ده الفرق اللي بنتكلم فيه. أما تقول لي لا إحنا تلقته الأمة بالقبول أي وجوب العمل بما صح في الصحيحين، قال لك لا، تقول لي بما صح في الصحيحين إن أنت عملت البخاري كده أبو داود، فيش فرق، وده ما اسموش أبو داود، ده اسمه صحيح البخاري. قال لك فيجب التفريق. طيب قال لك فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قال لك إحنا عندنا زي كده إجماع بين الأئمة إن البخاري ومسلم ليهم مزية وليهم اختلاف عن بقية الكتب في قضية الصحة. قال لك في حد يشك في المعنى ده؟ إن كل ذهن المسلم من جوه إن البخاري ومسلم ككتابين مختلفان عن بقية الكتب من جهة الصحة؟ كلنا عارفين كده. قال لك خلاص، قال لك كلنا عارفين، قال لك فالإجماع حاصل على أن البخاري ومسلم مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة مش إلى نفس وجوب العمل بالصحيح. قال لك وجوب العمل بالصحيح ده شيء مسلم به، أي صحيح يجب العمل به. طيب لكن هنا في مسألة تانية مهمة، ودي مسألة عملية متعلقة بمن ينتسب لأهل الحديث في هذا الزمان ممن يسمي نفسه بأنه أثري وسلفي. بيعمل ايه؟ بيطلعوا قاعدة هم اخترعوها وابتدعوها، ان القاعدة دي بتقول ان صحة الحديث شرط في وجوب العمل به. عشان انت تعمل عمل لابد الحديث يكون صحيح. والكلام ده مش صحيح، القاعدة دي محدش قالها من العلماء. يعني تجيب كده تدور في كتب أهل الحديث، كتب أهل الأصول، كتب الشروح، ما فيش حد من العلماء قال القاعدة دي أصلا، ما فيش قاعدة كده، ده مخترع، ده مبتدع. بدليل إيه؟ بدليل سنن الترمذي اللي كنا بنقرأها من شوية. فيها إيه؟ فيها أن أهل العلم مثال الترمذي بيروي أحاديث فيها ضعيف، وبعدين يقول بعدها إيه؟ بعد يقول لك وهذا إسناد ليس بقائم. يعني إسناد ليس بقائم؟ يعني حديث ضعيف، يعني مش صحيح. طيب وبعدين يقول إيه بعدها؟ والعمل عليه عند أهل العلم. إيه ده؟ ضعيف والعمل عليه؟ يبقى قاعدة أنه لا يعمل إلا بالصحيح، الكلام ده مش صحيح، دي قاعدة مبتدعة مخترعة ليس لمن قالها سلف. يعني ليس لمن قال هذه الكلمة سلف، يعني أحد سبقه إلى هذه المقولة. وكل ما ليس للإنسان فيه سلف فهو مبتدع. والإمام أحمد بن حنبل قال لتلميذه الميموني، أبو عبد الله الميموني أحد تلاميذ أحمد بن حنبل، في سؤالات الميموني لأحمد، قال الميموني ونقلها أيضا ابن حامد في مسائل أحمد بن حنبل، قال لي أحمد بن حنبل إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، ما تقولش حاجة ما سبقكش إليها واحد من السلف الصالح. هيجيب لك بقى من السلف الصالح من قال، قوله لا ليس لك فيها إمام، وحط بين قوسين معتمد. يعني معتمد؟ وفي في السلف الصالح أئمة مش معتمدة؟ ده أكيد في ناس مش معتمدة، وفي ناس أئمة على رأسنا من فوق لكن أقوالهم لم تحفظ فصار قوله غير معتمد وإن كان هو معتمد الإمام. يعني قوله مش معتمد يعني ما فيش تلاميذ حفظوا أقواله وبيلون فيها إيه الضابط بتاعها وإيه النسخ من المنسوخ منها من أقواله وإيه اللي قاله في الأول وإيه اللي رجع منه وده حكم ولا فتوى. مين المعتمد إذن؟ المعتمد هي المذاهب الأربعة. ليه؟ لأنها نقحت وحفظت ونقلت وضبطت على مر القرون، وكان لكل إمام تلاميذ أخذوا عنهم فحفظوهم. ذلك الشافعي كان بيقول إيه؟ بيقول الليث أعلم من مالك، وفي مرة يقول الليث أفقه من مالك، قال غير أن تلاميذه ضيعوه، طلبته ما حفظوش علمه، ما نقحوهوش وما ثبتوهوش وما كتبوهوش، ومالك طلبته حفظوا له علمه ثبتوه كتبوه فنقل فأصبح المذهب المالكي.
ولو كان الإمام الليث في مصر رضي الله عنه هو إمام عظيم جدا، كان تلامذته حفظوا كتبه وحفظوا أقواله ومذهبه، كان أصبح في عندنا المذهب الليثي. إذن مذهب الإمام الليث معتمد، الإمام الليث معتمد، لكن مذهبه الغير محفوظ إلا من أقوال نقلت منثورة غير معتمد. ليه؟ لأن وسيلة النقل للمذهب وللأقوال مش موجودة، مش منضبطة. عايزين نقول من كلام ده إيه؟ طبعا الليث ده موجود إمتى؟ موجود في القرن الثاني، كان قرين مالك، بس سيدنا مالك في المدينة والإمام الليث كان في القاهرة. طب ده معناه إيه؟ معناه أن في عندنا زي الطبقة دي والطبقة اللي قبلها واللي بعدها في أقوال بتنقل عن الإمام الأعمش وعن الشعبي وعن عبد الله بن مسعود وعن وعن، دول أقوالهم بقى حررت ونقلت؟ لا، لم تحرر ولم تنقل، نقلت آب الأسانيد لكن لم تحرر، لم تضبط، لم يظهر فيها البيان والتنقيح والتحقيق والمراجعة للإمام في أقواله عشان يقول لك آه أو لا. وإحنا سبق لنا الكلام على المدرسة الحنفية، مدرسة الأحناف الإمام أبي حنيفة، وإن إزاي كانت المدرسة بتعتمد الأقوال، وإن كان إزاي الأقوال بتاعت الإمام بتدرس وتدرس وتتدارس بينه وبين طلبته إلى أن يخرج فيها إلى سياق وصياغة فتدون في الديوان في الكتاب. آه يعني إذا كان في مدرسة وكان في مجمع فقهي بيعمل الشغل، فإزاي أنت تجعل مثل هذه المدرسة العميقة الثابتة الأركان مثل إسناد ينقل عن واحد قول يخالف الأمة؟ الإمام الشعبي مثلا من أئمة من التابعين، ينقل عنه في قضية العورة، عورة المرأة مع محارمها، إن المرأة مع عمها ومع خالها تتحجب. إحنا عندنا في مذهب الجمهور إن المرأة إذا كان لها عم أو خال يجوز له أن يراها من غير حجاب، ويجوز أن يسلم عليها وأن يقبلها وأن يختلي بها وأن يسافر بها، محرم لها. الشعبي قال لا، قال العم والخال أجانب ما ينفعوش. مين اللي قال الكلام ده غيره؟ ما حدش. فينفع واحد يجيب قول بقى الفقهاء كلهم بجواز أن تنكشف المرأة أمام العم والخال وبعدين يقول وفيها خلاف؟ فقد ذكر الشعبي بأنه يحرم عليها ذلك، فإن هذا من السلف الصالح. لا، مش كل السلف الصالح. الشعبي ده إمام، ده إمام في الفقه كبير جدا، لكن فقهه لم يحفظ فصارت أقواله غير معتمدة. يبقى هو معتمد وأقواله غير معتمدة، وهناك من هم أي من السلف من هم غير معتمدين وأقوالهم غير معتمدة، الاثنين مع بعض. يبقى عندنا من هم أقوالهم معتمدة وهم معتمدون زي المذاهب الأربعة، ومن هم معتمدون زي الليث بن سعد وأقواله غير معتمدة لأنها لم تحفظ، ومن هم غير معتمدين لا في أشخاصهم ولا في أقوالهم، مثل من؟ مثل ابن حزم ومثل أبو داود الظاهري، غير معتمدين لا قولا ولا شخصا لأنهم ما لهمش مشايخ. وزي ابن تيمية أيضا غير معتمد لا قولا ولا شخصا لأنه لم يثبت أنه أخذ العلم عن شيوخ، زي حال السلفيين كده ما لهمش مشايخ، غير معتمدين لا قولا ولا شخصا. يبقى اللي يقول إن عشان تعمل العمل لابد أن يصح فيه الحديث، نقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ قال أحمد بن حنبل شيخ أهل الحديث والفقه للميموني تلميذه إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام. فنقول لهذا السلفي، هل لك إمام في هذا القول؟ ليس له فيه إمام. فإذا سألنا قلنا له نحن لنا فيه أئمة، فهؤلاء الأئمة يذكرون الحديث الضعيف في كل كتب الحديث ويقولون وعليها العمل. وهذه كتب الفقه على اختلاف مشارب الفقهاء تذكر الحديث الضعيف وتستخرج منه الأحكام التي تدل على الوجوب وعلى التحريم وعلى الاستحباب وعلى الكراهة وعلى الإباحة، الأحكام الخمسة. إذن قاعدة أن العمل لا يكون إلا بحديث صحيح قاعدة باطلة مخترعة مبتدعة ليس لهم فيها سلف حتى وإن سموا نفسهم بالسلفيين. ولذلك
القاعدة تقول بأن العمل يكون بكل حديث عليه العمل، مش بكل حديث صح، بكل حديث عليه العمل. إيه هو الحديث عليه العمل؟ قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. طب إيه كلمة عليه العمل؟ يعني قبله العلماء على مر العصور وأرادوا أن يجروه على العمل والتسنن به، يعني قبلوه، قبلوه وأجروا أحكامه، ده اسمه عليه العمل، من غير النظر في إسناده، من غير النظر في إسناده. ليه؟ لأنهم قد أغنون بالنظر فيه، هم قبلوه، وحيث أنهم اسمهم علماء وقبلوه، فإزاي أنت عايز تنظر وراهم وعايز تعمل فيها أبو العريف، وأنك أنت اللي حيبين لهم خطأهم من صوابهم؟ ولذلك قال أهل العلم بأن العمل بالحديث يكون بحسب القبول، وهنا يظهر أهمية الكلام على الصحيحين أنهما قد تلقي بالقبول. يبقى الحديث عندنا في العمل به هنشغل نفسينا بالصحيح والضعيف، ولا نشغل نفسينا بالأئمة الذين عرفوا الصحيح والضعيف ونقحوه، عملوا بهذا الحديث أم لم يعملوا؟ بالأخيرة دي، عملوا بالحديث ده خلاص تمام، ما عملوش به ما ينفعش أجيب الحديث وأتطلع منه أحكام، هم ما عملوش به خلاص ردوه. قال: وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الإمام الإسفرايني والحميدي وابن طاهر. يعني العلم النظري؟ يعني أنه يفيد اليقين اللي ذكرناه، لي كأنها التواتر. يعني العلم النظري، كلمة العلم يعني مطابقة الشيء، يعني حقيقته وحصوله. قال لك العلم النظري يعني أنه يفيد التواتر بسبب تلقي الأمة بالقبول في عدة أزمنة، فتكرار الأزمنة، يعني تكرار القبول في الأزمنة هو الذي عمل قضية التواتر. فالتواتر هو إيه؟ هو تكرار الشيء، وقد تكرر القبول في كل زمن فصار إيه؟ متواتر. لكن متواتر في ذات الإسناد، ولا القبول هو اللي صار متواتر؟ القبول هو اللي صار متواتر. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح والصحيح. لك ممكن تكون المزية اللي في البخاري ومسلم إن الأحاديث بتاعت البخاري ومسلم هي أصح الأحاديث الصحيحة. يعني إيه؟ يعني قال لك طيب خلاص ممكن نقول والله البخاري ومسلم في كتب تانية شاركت البخاري ومسلم في الصحة، زي صحيح أبي عوانة، وزي صحيح ابن حبان، وزي صحيح ابن خزيمة. يعني في كتب اسمها الصحيح. صحيح هي ما هيش في نفس القيمة ونفس القوة، وأهل الحديث عارفين كذا. قال لك يبقى نقول ما مثلا ابن حجر، قال لك خلاص يبقى نقول إن المزية على التنزل في الصحيحين هي إن أحاديث الصحيحين أصح الصحيح. قال لك ما أظنش إن حد هيخالفنا في كده. ما حدش هيخالف، لأن أي كتاب غير البخاري ومسلم سيكون في شروط الإسناد أقل من البخاري ومسلم، وده مجرب ومعروف ومعهود عند أهل الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.